فقر الدم، التهاب المفاصل، ومتلازمة التعب المزمن، وحتى في بعض الأحيان مرتبطة كل هذه الأعراض بالسرطان للأسف. للأسف. السلام عليكم. كما قلت الأخت، الأمراض هذه احنا نسموها مالادي بسيكوسوماتيك، بسيكو بسيشيك، دونك حاجة نفسية اللي تأثر على الجسم. كي نقولوا تأثر، قادر يكون هذا الأثر حاجة خفيفة، عنده شوية في توجعه كرشه، ما راحش يجري عند الطبيب باش يشوف كامل نجوعه عطناش كامل توجعنا كرشنا. قادر درك يقول لك راسي راهي يوجعني، راه يوجعوا. انا شفت التلاميذ يروحوا للاخر عملية صرح، داروا تصريحات، واحد ما دار واقي على راسه كاسكيطه ميسر. انا في حاله تاع خاصه في ظل وجود نشريه خاصه يعني مفادها ارتفاع في درجه الحراره، ارتفاع رهيب في درجه الحراره، دونك راح يوجعوا راسه، يقعدوا لساعات طويله امام مراكز الامتحان، دونك راح يكون معرض باش يمرض. درك الامراض كاين مرض الحاجه الخفيفه، يعني ياكل يروح الالم تاع البطن ما يسحقش يروح عند طبيب. راه راسه يوجعه خاطرش كان تحت الشميسه، ياخذ حبه كاشي تاع الراس يروح للالم، ما كان له يروح عند طبيب. من جهه اخرى راح نلقى واحد اخر بالعكس، راه البطه الاولى كملها وراه في البرش، هذه باينه بلي لازم يجوز عند الطبيب. صحيح، والتعب الجسدي والذهني ايضا يؤدي الى امراض اخرى. هذا ما اللي قلنا سيدي مالادي بسيكوسوماتيك، دونك باش نلحقوا لهم دركا، معناتها ليكزاجيراسيون، اللي تفوق الحد نتاعها. قال مثلا هذا كي ياكل ما يحبسش. علاش؟ خاطرش دائما مريض من كرشو، عنده التهاب في الامعاء ولا في المعده، وكي ياكل يستراح يروح له الالم هذاك، معناتها عنده مرض، وهذاك المرض يخليه ياكل بلا ما يحبس. نعم، الى قرحه معديه ايضا نشوفوا بعض التلاميذ من كثره الخوف يعني ينجو عن ذلك، يعني من كثره الخوف. دونك من كثره الخوف هذا لو كان دير المنظار في بروسكوبي تلقاي بلي عنده التهاب في المعده، معناتها فينالمون كان مريض صح. دونك لازم نفرقوا بين حاجه خفيفه اللي تروح بسهوله ما يسحق حتى حاجه، ولاخر في الدواء وما يبراش، هذاك لازم يروح عند الطبيب. يعني ربما التلميذ يكون مريض يعني من قبل، لكن هذاك التعب والارهاق والتوتر راح يزيد من حده المرض للعين، ويخلي الامراض تبان، ويبان هذاك المرض، ويقدروا يبانوا امراض اخرى، ومرض ياثر على مرض اخر، المرض تبين امراض اخرى. دونك في هذه الحالات واش يدير؟ يروح عند الطبيب، والطبيب هذا راح واش حبيت؟ حبيت ندير سكانير؟ حبيت ندير؟ لا، ماشي انت اللي تحب، انت تحب تروح عند الطبيب باش تريح، معناتها راك انت تحوس على ربي تريح. قال عندك الالم في الراس، علاش عندك الم في الراس؟ يعطي لك الدواء، الا شفت بلي كملت الباطه الاولى ومازالك تعاود تولي عند الطبيب، وهذاك الوقت هو يقول لك تسحق سكانير. ونفس الشيء بالنسبه للامراض تاع البطن ولا المفاصل ولا، يعني الطبيب راح كي يشوف المريض نتاعو يقرر الا يسحق ولا ما يسحقش، وكي يعطي له دواء اولي قال برا بسرعه، معناتها هذاك واش كاين؟ كانت حاجه خفيفه. نشوفوا انه فتره انتظار دكتور، انتظار نتائج البكالوريا هي فتره حاسمه جدا، خاصه بالنسبه للطلبه، فيها ربما الطلبه يقارنوا النتائج النموذجيه للمواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرابات النوم. كاين بعض التلاميذ ربما يطوروا اضطرابات على مستوى الجهاز التنفسي، نصيبهم يتغموا في الليل كي تروح ترقد تتغم، يصير لهم ضيق في التنفس، تحس روحها مخنوقه، ايضا هذه من نتائج والقلق. اكزاكتومون، التوتر والقلق يستهلك، تقدر تتطور الى رابو. الدير بصح قادر يكون هذاك المرض يكون حاجه مؤقته برك، معناتها كي راهي مؤقته معناتها ما ياخذش الدواء الملائم لهذيك الوضعيه اللي يكون فيها، معناتها في هذاك الوقت يسحق ياخذ الدواء، ومن بعد ذلك يروح هذاك المرض ويروح التوتر ويروح كلش. يسحق ويستلزمه، وكاين اللي يستلزمه اكثر من واحد اخرين، كاين واحد تلقاه بزاف مقلق بزاف متوتر، معناتها هذاك يستحق معاينه طبيه اكثر من واحد اخر. وكاين من شدة، علاش قلت لك ليكزاجيراسيون، من شدة هذا الوسواس، علاش راسي يوجعني؟ بالك لاتونسيون، يقيس لاتونسيون تاعو الصباح، يعاود على 12، يعاود الليل، معناتها ما يحب، راح هو راح يطلع على لاتونسيون تاعو، هو ما كانش عنده مرض تاع الضغط الدموي.
الشفوي، ولكن من الافراط الافراط ودعوا حتى يمرض، معناتها فينالمون سي ليكزاجيراسيون، اللي يعس روحو يعرس روحو بزياده ماهيش مليح، هو اللي يمرض والاخر هو اللي يمرض صحيح، والاخر اللي مال صحيح ثاني يمرض. نعم دائما نشوفوا هذه الحالات في المحيط تاعنا، هذاك اللي يكون يعني موسوس. دائما في استشاره طبيه موسوس يروح للطبيب غير التورين، لكن هذاك اللي ما على بالوش بالدنيا كما نقولوا ايضا بالعاميه يقدر ثاني يمرض لكن بدرجات متفاوته. نروح باش نعاود واش راكي تقولي، هذا هو ليكزاجيراسيون لو تيرم اللي قلت لك، معناتها اللي يدير يدير بزياده والاخر ما يديرش كامل والزوج ماشي ملاح. الامور اوسطها في كلش، صحيح كي تاكل تاكل شويه ماشي حتى كرش الاهمال ماشي مليح المبالغه ايضا هذا ماك. دونك النصائح النصائح لحنا النصيحه الاولى بسيطه وباينه وعلى بالي بلي التطبيق تاعها اللي ماشي سهل، ليكزام فات الامتحانات يعني علاش نتقلقوا، علاش نمرض روحي، علاش نمرض روحي جاز الامتحان، كاين تلاميذ قبل الامتحان يكون لاباس عليه امتحان تطور عنده امراض اخرى ولا يبانوا عنده اعراض ما كانوش عنده، وسببها ربما هذاك الضغط النفسي على الاعصاب ايضا، نشوفوا راسه يوجع طيله اليوم يقولوا له من الباك سوء التغذيه ايضا. كاين جميع الاسباب باش يمرضوا كامل الامراض، جميع الاسباب، توتر كما قلتي والايه ماشي ما نقولش خاطر الله غالب راسو راهو مع الامتحان، معناتها ماهوش يخمم على الماكله هذه طايبه ماشي طايبه، كاين ما ياكلوش في انتظار والاخر في انتظار اكتشاف النتائج الاخيره، كاين اللي ما ياكلوش هذيك الفتره كامل اللي ما ياكلوش ثاني يمرض يمرض يقعد التركيز تاعو ما لازمش البطن ما لازمش يكون فارغ، عطناش توجع نكرشنا خاطرش البطن يخرج الاسيد هذاك، الاسيد هذاك لازم نتقابلوا ماكله ماشي بيتزا والكازو، لازم يقابلوا ماكلة خاطر البيتزا حامضة فيها طماطيش حموضيات تزيد على اللحم تاع المعدة يزيد يمرض أكثر. هما يدلوا يعني الأطفال تاعهم خلال الامتحانات وأيضا بعد الامتحانات، ونعرفوا المراهقين تاعنا يعني يشيلوا مش يحبوا يقول لك معليش يقولوا لي شيبس يشيلوا ساندويتش أيضا دكتور سوا سوا، هذه الماكله هذه اللي ماهيش صحيه اللي حتزيد الطفل اكثر من اللي تنقص عليه. صحيح. كاين قبل ما نروحوا لنقطه ضروره تتبع الاطفال خلال هذه المرحله والنصائح، حبيت نفتح قوس نشوفوا في بعض الاحيان كملوا الامتحان تاع الباك نشوفوا هذاك الاسبوع في الدار بلاك مرض بلاك تجيه لاكري بلاه تجيه حمى كاين يجي الم في المفاصل الغرفه تاعو يقول لك راه دار عليه العيا تاع الباك مال تسمحها هذه دكتور دار عليه العيا وي طبيا طبيا حاجه بسيطه و سي لاكوميلاسيون اكوميلاسيون معناتها انت خديتي العيا خاطش ما رقدتش والعيد المجهود جوزو في الامتحان والمجهود قبل الامتحان خاطش يقرا باش يجوز، معناتها النصيب تاع الراحه اللي كلاش انت كما ترقديش اليوم تقولي معليش غدوه نرقد، لا لا تقعدي سمانه وانت عيانه على جال نهار واحد برك، حنا انا الطب ديري لاكارد راكي استخانت راكي خدامه في الليل، سمانه كومبلي وانت عيانه خاطش ما رقديش ليله واحده برك. هذا ايماجيني ليله موسيم اكوميلاسيون، من بعد نلحقوا لواش الارهاق. الارهاق هذايا قال هذايا مثلا اليوم يخدموا في النهار كامل هو تحت الشميسه ويبذل مجهودات جباره باش ومن بعد ذاتك في الليل ما يكفيهش ميم با الوقت يا يخمم يا يرقد يا ياكل، ولا اللي راه خدام في الليل في السبيطار ولا في ميدان اخر نفس الشيء يا نرقد يا ناكل واش ندير؟ او ترقد بلا مزيتك تعيا ما تقدرش توقف. صح والاعصاب تكون في حاله نشطه جدا ربما هذيك لاشيت دوغمون معروفه صحيت. انهيار الهرمونات يؤدي الى الارهاق ايضا. والارهاق هذا وشنو هو الحل نتاعه؟ في بعض الاحيان بنصيبوهم يبكيوا لفترات طويله بعد كيف كيف سي ان بروبليم هرمونال كيف كيف الجسم خرج كامل الافراز فرز كامل ما قعدلوش ما قعدلوش، دونك الحاله الحل الوحيد هو الراحه لازم يريح. درك الا يريح في الدار راهو قاعد على الاختبار هذا ماهوش مريح ما عندوش راحه نفسيه، يعني راحه نفسيه وجسديه، الا يكون في هذيك الحال يخرج خير
يخرج يمشي ويلعب، فهمتي؟ قبل ما نروح للنصائح اسمح لي دكتور، هل في هذه الحاله الاولياء يعني مجبرين يدوا الاطفال تاعهم في استشاره طبيه، ولا هذا الاجراء يمكن الاستغناء عنه بعد الامتحان؟ هذه الحاجه كما قلت لك الاطفال والاباء والاولياء الثاني. يعني ما يخسر والو واذا راح استشاره طبيه. استشاره طبيه واحده مره في الزمان تنفع برك، في الخارج يديروا استشاره طبيه سنويه. اوتوماتيكمون يعني ماشي روحي عند طبيب، كل عام تروحي عند طبيب باش يتحقق باللي ما بك والو، تعطي لك انت يا راحه نفسيه تقولي راني شفت خدا لي لاتونسيون، شحال طونسيون خديتها مره في العام ما فيها والو. كاين اطفال مقلقين ولا اولياء مقلقين، اوان خاف تطلع له لاتونسيون، انا عندي لاتونسيون، يما لك على بالنا بالحاله عائليه وراثيه، بالك وليدي ثاني تطلع له لاتونسيون، انت تعسيه له صباح وعشيه وفي الليل طلعي له لاتونسيون، انت اللي ديري له هذاك المرض. دونك ليكزاجيراسيون اونكور اون فوا، حاجه اللي ديريها مره في الزمان معليش، اي حاجه مليحه قلنا خير شويه من كلش، كي تاكلي شويه من كلش. الزميله قدمت على الزنك كامل نعرفوا الفوائد تاع الزنك باللي مليح بلا ما نعرفوا، بصح هي قالت لك ليكزاجيراسيون ماهيش مليحه، كي تاخذي بزياده ماشي مليح، كي ما تاخذيش كامل ماشي مليح. دونك اونكور اون فوا خير الامور اوسطها. هذا الطفل اللي راه الاولياء تاعو يشوفوه بلي مقلق، يشوفوه بلي ماهوش مليح، يشوف معليش يروح عند طبيب، واش راك خاسر؟ تقول لك لا لا راك مليح يهنيك خلاص تروحي للدار رايحه. لكن التلاميذ اللي عندهم ربما اعراض جانبيه يعني لا باس ان الاولياء تاعهم ياخذوهم في الاسبوع المقبل. قلت لك في 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 الخارج يديروها سنويا بلا ما يكون مريض، بدون اسباب، بدون داء. خاصة عن المترشحين مليحة دكتور. مليحة عليهم، مليحة عليهم بصح ماشي لدرجة وين يمرضوا روحهم، ما نزيدوش نخوف. لازم تروحوا، لو كان ما تروحش وبالك عندك هذه وبالك، معناتها هو كي قالوا برك بالك راهو ديجا طلع له الوسواس وطلع له الشك وطلع له كما فشلان، راسك يوجعك ما حبش يحبس، كرشك يوجعك ما حبش تحبس، هاي نجوزوا عند طبيب معليش. واحد هذه الحالة نروحوا للطبيب لازم يروح. عن... لا تمرضيه انت وتقول لا لا بالسيف تروح، وقال لك طبيب تاع التلفزيون لازم تروح عند الطبيب، يعني نقول لك راني مليح وخليني نروح مع صحابي ونلعب ونجري، وهذه يخرج القلق نتاعو راح يخرجوا في هذا في هذا الامر. صحيح دكتور، ما هي الاعراض ربما المرتبطه بما يعرف الاعراض او الامراض متلازمه التعب المزمن؟ هذو ما كما حكينا مع لول سي لي مالادي بسيكوسوماتيك، بلا ما دخلنا فيهم بالتفصيل خاطرش لي مالادي بسيكوسوماتيك بزاف تقريبا الجسم كامل، الجسم كامل القلب الضغط الدموي السكر يطلع يحبط درجه الحراره تاع الجسم الامعاء المفاصل اللي تيلي كل بارس بعيد ربي يحفظنا ان شاء الله. فهمتي يعني المشكله ماهيش في التفاصيل هذه وانما في الوقايه منها، وهذا انها علاش خاطرش طبيا على بالنا باللي الحاله النفسيه تعطي امراض وامراض ماشي قال اعراض برقال شويه راسه يوجعوا، لا لا لو كنت تروحي تقيسي له الضغط طلع له الضغط الدموي، هذاك صح طلع له السكر بعيد الشرع نتمناوهاش الواحد. درك كي يدير الكونترول تاعو ويروح يتحقق ويلقى بلي ما كانش لا لا او طالع بالسيف، ماهوش طالع يا اخي، رحت ودرت تحليل ولقيته بلي مليح ما تزيدش تعاوده، ما تبقاش تمرض في روحك. الارهاق هذايا كما قلنا سين اكيميلاسيون، هذا ما حبسش، الماكله ما كانش تنفعه، ما ياكلش يمرض، الرقاد ما رقدش، الجسم تاعو بقى يخدم غيتم طالع على القدرات نتاعو ما يقدرش. اول حاجه يديرها هي الراحه، ما يدير حتى حاجه، يتكسل ما يدير والو. يعني كافي من الراحه، يسهروا الليالي طويله. ايضا قبل ما نروحوا الغدد الدرقيه اللي هي مهمه ايضا، نشوفوا كانت هناك حالات كثيره حتى انه هناك تلميذه اقصيت من الامتحان لانها يعني فقدت الوعي خلال الامتحان. هل هذا ناتج عن حاله توتر او هو ناتج ربما عن تراكم التعب عند التلاميذ؟ وي الاغماء قادر يكون اغماء لسبب يعني عصبي، كما يقدر يكون اغماء خاطرش ماهوش يتنفس مليح كما قلتي حاله عرب هو يعني. ما عندوش الحاله تاع التوتر واش دير؟ تخرج الادرينالين بزاف، الادرينالين طلع الدقات تاع القلب، طلع الضغط الدموي،
وتزير ليا دونك ما يقدرش يتنفس مليح. دونك تقدر دير له هذا حاله تاع ربو علاج تاع التنفس. اقسام الامتحان في قاعات الامتحان. نعم ايه التصرف تاعهم راح يكون على جال الافراز تاع هرمونات عديده ماشي غير الادرينالين. تخرج الادرينالين دونك طلع 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 ومن بعد يخرجوا هرمونات نقصوا دونك يدخل النظام تداخل يؤدي تداخل الى هو اللي راح يخلي القصبات الهوائيه تتزير. خاطش الادرينالين في الحاله العاديه كي قلت لك بلي الادرينالين تزير هي ما تزيرش هي تفتح بصح الجسم راح يدافع على نفسه خاطرش الادرينالين طالعه بزاف ويخرج حاجه اللي تحب. دونك فينالمون لو ريزولتا سيك يتزيروا القصبات الهوائيه والطفل ما يقدرش يتنفس مليح. الضغط الدموي راح يكون بيرتوربي ثاني قادر يكون طالع يطلع ويحبط. سميها شتي لابيل لابيل تطلع وتهبط. تروحي تحبطيها تهبط بزاف. ماذا ينتج عن ذلك؟ يعني خلينا قلنا خلال الامتحان ربما قد يحدث اغماء، لكن بعد الامتحان بعد هذه الفتره اذا كانت الهرمونات تعود تدخل خلال متداخله خلال فتره الامتحانات، اذا بعد هذه الخمسه ايام كيفاش راح يحس روحه التلميذ؟ حتى طبيب ما يقدرش يحل المشكل. للاسف الشديد دوك هضرنا على لاشتيالابيل، اشتيالابيل معناتها تطلع وتحبط، معناتها كي تروحي تحبطيها تهبط بزاف وكي تسيري تطيح حدود وما كانش الدواء اللي يطلع يحبط لاطونسيون في نفس الوقت. حنا ماذا بينا تكون ستاب منتظمه. صعيبه ما تقدريش معناتها نعاودوا نوليو كل مره الى المصدر منين جات؟ من الاولياء. انا نقول لك دكتور من الى الاولياء ثاني مرات تشجيعا لهم، لكن حتى هذا كيمثل لهم صحيح لانهم راح يديروا لهم طالع يفون يفون اتر اكزيجون. قال انت موالف تجيب 16 معناتها راني نستناك تجيب 16 في البابيك تجيب 20. انت كي ديري نيفو بزاف طالع. نعطيك مثال بسيط يعني على ليكزامان في روح في راسك هدف انك تجيبي 20 على 20 وشنو معناتها؟ معناتها ما تقدريش تخلي حتى سؤال. معناتها ما تروحيش للسيري هذاك. صحيح. كي ما ديريش. تحصلي في الاول خاطرش راكي مقلقه وانت تعرفي الجواب وما كتبتيش ما نهضروش على اللي ما تعرفيهمش وفيهم ما ديريش الاخرين. اونكور اون فوا خلي سؤال اللي ما تعرفش ودير اللي موراه. التمرين هذا ما تعرفوش دير التمرين اللي موراه. لازم تخلي روحك 16 ما تجيبش 20. 16 ماشي مليحه. 16 مونسيون تخي بيان. صحيح. طيبه. صحيح. معناتها ما تحطيش لوبجيكتيف تحطي 20 ما تجيبيش 10. إذا نهضروا على نقطة أخرى. كاين بزاف تلاميذ يعانيوا من الغدة الدرقية، خمول الغدة الدرقية هي المسؤولة عن إفراز الهرمونات في الجسم تاعنا، أكيد أنه الأعراض تكون مضاعفة عندهم. هذه كما هضرنا قلنا اللي بسيكوسوماتيك داخلة فيها هذه، قلنا هضرنا على الأدرينالين تروح في كامل الجسم والغده هذه الدرقيه تخرج لي زورمون تيرويديان. زورمون تيرويديان الز انترفيان سور تو لو كور الجسم كامل. كيكونوا بزياده يعني غير باش تفهمي كيفاش تمشي هذه الغده الهرمونات هذو لي زورمون تيرويديان يطلعوا كلش. معناتها كيكونوا بزياده وكيكونوا ناقصين كلش يهبط. بزياده مثلا واش راح يصرى؟ يطلعوا الدقه تاع القلب تطلع لاتونسيون اكرمكم الله. ما يرقدش دائما فاطن والاخر بالعكس الا ما تخدمش مليح ناقصين لي زورمون دائما راقد دائما عيان روح نوض ما يقدرش ينوض طيح له لاتونسيون يكون قاعد يوقف طيح له صح. ينقص الضغط الدموي تاعه يعني ما يحبش ما يقدرش باسكو لي زورمون تيرويديان انترفيان في جميع الجسم في كلش. تيرويديان ما كانشها راح يكون كلش حابط دايما عيان القلب تاعو ما يخبطش بالخف راهو قاعد يحب يجري ما يقدرش خاطش القلب قاتل تاعو ما كاش لي زومون تيرويديان باش يطلعوا الادرينالين طلع بصح لي زومون تيرويديان ثاني لازم يكونوا سمعنا ما يروحش فهمت اكرمك الله. معناتها هذا كيما اونكور لي ماراماتيك ياثروا على كامل الجسم في كلش خطرش الجسم في روحه ما راهش يمشي ما عندوش هذوك الهرمونات ديال الاعضاء ويخليوا هذوك الاعضاء تمشي بصفه عاديه دونك يتاثروا من كلش. صحيح. اذا في هذه الحاله باش نعود
نقولوا على نصائح للتلاميذ اللي كملوا امتحان شهاده البكالوريا راهم يستناو في النقاط النهائيه، ينتظروا يعرفوا اذا جابوا الباك اذا ما جابوش، اكيد راح يزيد عندهم مستوى التوتر خاصه يعانيوا حتى هما من امراض مزمنه على غرار الرب. وايضا نصائح بالنسبه لهم نبداو بالامراض المزمنه باش ما يزيدوش يمرضوا روحهم بصفه عامه. بون نبداو بالامراض الاطفال اللي عنده مرض مزمن معناتها ازماتيك، يقدر قبل يعني نهار تاع الامتحان ولا النهار اللي يكون متوتر ياخذها بلا ما ماشي حتى نجيه باش ياخذه. لازم يحط مليح في باله بلي هذا الدواء ما فيهش يا با داكوتيمونس، ما فيهش ما يوالفوش استعملوا، ماشي يقول اه درك صافي لو كان ما نستعملوش نمرض خاطرش ما استعملتوش، لا لا كي تسحق خذ، وكي تكون في حاله اللي خذ خذ قبل ما يجيك. قال مثلا راح ندير سبور نروح نجري، الشيخ تاعي ما يخلينيش نجري، علاش خاطرش كي نجري صاب خوفوك اون كريز. حنا اطباء على بالنا بلي كاين لا كريز دازم ديفور، معناتها كي تبذلي مجهود تجيك، اي خذي هذيك البومبا وروحي اجري على روحك. عندها دور وقائي، استعمليها قبل. مثال اخر، قال واحد بعد شهر عنده مرض السكر، او يشوف روحه بلا ما راحش ياكل، معناتها على باله ولا راح ياخذ الانسولين ولا ما ياخذهاش. قال انا راني في فتره تاع اختبار ومن ما تقدرش ناكل، ما قدرتش تاكل ما تديرش الانسولين. هذاك بلي ماكش راح ديرها خاطرش راح يحبط لك السكر وانت ما كليتش. وهما اللي هضرنا عليهم يعني بعد الامتحان ايش ما ياكلوش. نفس الشيء يعني احنا نهضروا على بارك الله فيك، رانا نهضروا على الظروف اللي تخلي معناتها قبل الامتحان ولا بعد الامتحان اليوم ما كلاش ما يقدرش يديرها. اليوم حاب يدير الرياضه، كي يدير الرياضه يستهلك السكر معناتها ينقص لا دوز نتاعه ويدير الاخر تاعو قبل المجهود. هناك ايضا من التلاميذ ربما يعاني وايضا من ضغط الدم. صحيح، اللي عنده مشكل قال مثلا غير يبدا يجري غير يوجعوا، لا لا استنى نقيسوا لك قبل الضغط الدموي نتاعك نشوفوك بلي راك مليح تقدر تدير. واحد اخرين يروحوا في الكلوب، هذا كلوب تاع فوتبول وهذا تاع النادي، ما تقدرش تروح للنادي وما ديرش لو سي جي على قلبك. ما راكش مريض، دير لو سي جي كل عام. هذا اللي ماشي مريض اللي يدير ويعس في روحه، اللي ما راهش مريض يدير التخطيط على القلب كل عام. كي تشوف فيهم في الملاعب راهم لاعبين مشهورين وعندهم طبيات وعندهم، ورغم ذلك يصراو لي زاكسيدون فوق لو تيغ، علاه؟ خاطرش لازم يتعس على غالب. دونك كاين ظروف اللي تخلي لا سيرفيونس هذه سيستيماتيك سيستيماتيك. اذا المراقبه المستمره والدائمه هذو ما يخص التلاميذ المزمنه. ماذا عن التلاميذ اللي الحمد لله ما عندهمش امراض؟ نصائح طبيه للاحتياط لهم وحتى طبيه. دونك النصائح، النصيحه الاولى راني قلتها لك، الامتحان فات مالوغوزمون لو ستريس هذا حاجه لا، علاش راه مقلق؟ على بالنا علاش راه مقلق، بصح نفهموه بلي هذا القلق ما عندوش فايده. باش كي تفهميه مليح ويقتنع بلي ما عندوش فايده، تنقل يكون مقلق ويرقد هاني وما كاين والو، الامتحان فات والقلق هذاك راح يقعد بصح لازم ينقص. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، الواحد اللي ما عندوش اعراض ما روحش مقلق، ما حينش نقلقوه ونقولوا له دير هذه ودير هذه. اللي عنده اعراض غير اعتياديه ماهوش اليوم او يوجع راسه، يا سيدي خديت حبه تاع الكاشي تاع الراس وما صرالكش تحسن، هذاك الوقت لازم تجوز عند الطبيب، خاطرش الكاشي تاع الراس الا تاخذه وانت عندك لاتونسيون ما جا حتى حاجه. بصح الا خديته وريحت ما كان لها تروح عند السبيطار وتسنى دارتك بالسوايع وراح تضارب التما في الاخر وتزيد قلق زياده على القلق، ما كان لها. دونك نلحقوا للحاجه الوقائيه ماهيش الحاجه تاع العلاج. العلاج قال كي راك مريض ولا تحس حاجه ماشي موالفه تكون عندك تروح عند طبيبك. ايه لا لا راك مريض ما راكش مريض خلاص. اللي ما عندوش هذاك اللي رانا يعني الفايده نتاعنا راهي هنا في الوقايه. الوقايه اللي قلنا راه عيان ما يقدرش ينوض يريح، الراحه اللازمه. الا باش يقعد مكسل وراه فاطن وراسه يخدم غير نوض وامشي دور اخرج برا الله يروحك يعني. خمم على حاجه واحده اخرى، واش راح دير كي تخمم على النقطه تاع الباك الا طالعه ولا حافظه؟ صحيح. نعطيك مثال بسيط، هذا جاب مليحه 12 ودار حاجه اللي عجباته وهو كان حايب هذيك الشعبه اللهم بارك، الاخر جاب 13 وحب شعبه
لمستوى تاعها يطلب نقطه اكثر اذا تخديسو يحبوا تخصص الطب هما اللي مثلا يكونوا وتكون عنده نقطه مش مقتنعين بالنقاط. كيفاش هذاك انا جبت الباك خير منه وهو دار واش حب وانا ما درتش وزيد عليه؟ الوغ المقارنه ماشي مليحه. المقارنه ماشي مليحه، كل هذه السلبيات نحي كامل هذه الامور. لحقتي الحاجه اللي سحق حبيتيها الحاجه، جبتي الباك ب 10 ودرتي واش حبيتي، شكون بحالك؟ ما كانش خير منك. وتجيبيه ب 14 وحبيتي ميدسين ولا صيدله وما لحقتي لهاش، وبالك هذيك خاطرش كي ديري هذاك الاخر ما على بالكش واش من بعد صاحبتي. معناتها ثاني كاين القناعه ولا ربي خلاك ما ديريش واحد اخرى وتكون انتيا في المجال نتاعك هذيك احسن وتكوني براحتك وتكوني مليحه، فهمت؟ دونك هذا الامور كامل حطيها بالجنب ودركا رفهوا على نفسكم وبالتوفيق ان شاء الله. يعطيك الصحة دكتور، شكرا جزيلا، شكرا على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا اليوم من خلال كنت ضيفنا اليوم في هذه الفقرة الصحية. اقول شكرا جزيلا، شكرا لك دكتور، نلقاك ان شاء الله في ان شاء الله. بارك الله فيكم.